رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. معانا اساتذه التصوير واصحابي وحبايبي، دايما بنستعرض الماتيريال بتاعنا او المكونات بتاعتنا. مطبخ السمك او لما نكون بنعمل سمك بالذات بيبقى لطيف، المكونات بتاعته مش كتيره، ما فيهوش غلبه كتيره، اهم حاجه بنلعب في المضمون اللي هو ايه، يا جمبري يا سمك. حلو، انا هبدا دلوقتي اعمل جمبري مقلي كريسبي، يعني مقلي لطيف حلو كده، والجمبري ما تبقاش شخصيته شخصيه قويه الا لما اسمع صوت القرشه تحت اسناني وانا بقطمه. تعالوا مع بعض مقادير الجمبري المقلي والمشوي، واحد الاثنين مع بعض. الفرق بين ده وده، لما بنشوي الجمبري بنحط ماده دهنيه، لما بنقلي الجمبري بنمنع الماده الدهنيه. شفتوا ابسط من كده؟ هو دي البساطه. لما نيجي نقلي جمبري بنشيل الماده الدهنيه منه في التتبيله. طب لما نيجي نشوي جمبري إضافة المادة الدهنية، إيه المادة الدهنية؟ يا إما زيت يا إما زبدة، ابعدي عن السمنة، تلاحظ إن السمنة هنا ملهاش مكان بينا. هنبدأ نجهز التتبيلة بتاعة الجمبري المالي مع بعض، ونبدأ لما نيجي نشوي نحط الزيت على التتبيلة، شفت إزاي؟ هو ده. مع بعض كده، إيه التتبيلة يا عم الشيف؟ بولة صغيرة، مضرب، هعمل تتبيلة آخد منها نصها اقلي بيها، وبعدين النص التاني ابدا اضيف له زيت، ثوم مفروم ناعم، مستردة اللي هي حبوب الخردل، في منها معجون طبعا موجود في السوبر ماركت بالشكل ده كده، مهمة جدا المستردة على فكرة مع السي فود بالذات الجمبريات، هي لونها لون فوسفوري عموما، يعني اللي هي المستردة، في منها موجود في السوبر ماركت بتلاقي الخردل او المستردة فيها حبوب كده، ده سعرها غالي شوية بدون ما اذكر الاسم بتاعها يعني التجاري. والمستردة اللي هو المعجون اللي معانا ده، قليل من الشبت، الشبت ده يتفرم ناعم كده، دايما الشبت في تتبيلة الجمبري بالذات لابد عن وجوده، ولكن ضيف خفيف يعني كمية قليلة لأنه بيسرق الطعم، دايما متهم بأنه هو بيسرق الطعم، حتى لما نكتره في خلطة المحشي تلاقيه هو اللي ظاهر، هو اللي شخصيته قوية. أنا حطيت شوية شبت، شوية عصير ليمون، الله حلو قوي. شوفي بقى التركية دي، في المشوي هنحط معلقة النشا بجدش، ده الجديد بقى، حلو. ونحط هنا يا عم الشيف البهارات بتاعتنا، بهارات الجمبري معروفة، فلفل اسود، الملح، شوية كركم، عايز الجمبري ده بطعم شرقي هتحط كمون وكزبرة، عايزاه بالطعم الغربي يبقى البابريكا والزعتر، وهكذا. هنحط شوية الزعتر الحلوين، وتعالوا مع بعض اخد الزعتر بين كفي ايدي كده، مهمة جدا، تمام زي الفل. نقلب كل دول مع بعض، الخليط ده عملت ايه يا عم الشيف تاني؟ كتير طب اكتبوا ورايا كده ست الكل، معلش، يا أمي، يا ست الحبايب، يا أصيلة، يا ملكة المطبخ، مستردة، توم، بابريكا، قليل من الشبت، عصير من الليمون، ملح، فلفل، كل دول مع بعض حلوة أوي الخلطة دي. تمام، هعمل إيه دلوقتي؟ أجيب كسرولة وأقسم الخليط ده نصين واحنا مع بعض كده. ده مطلوب على السوشيال ميديا، وحلقه السمك دي على فكره قبل ما اخش في التفاصيل، انا بتابع السوشيال ميديا على الصفحه الرسميه للقناه الاولى وصفحه اكله امي وصفحتي، وبشوف طلبات حضراتكم من خلال المتابعه، لان يعني السوشيال ميديا كلنا ماسكين التليفون دلوقتي وقاعدين نشوف، نخش على فيديوهات اكل وكده، فاشوف مغاز الجمبري بيفك مني، الجمبري مش زي بتاع بره لما اجي اليه، الجمبري مبقاش مقرمش زي بتاع بره، السمك الفيليه لما بتبله الخلطه بتنزل في قلب الزيت، اسئله كتير، فبجمع الاسئله دي كلها
انا والشباب في على السوشيال ميديا وبنبدا نجاوب عليها عملي. فانا بهدي الحلقه دي لحبايبي اللي بيتابعونا على السوشيال ميديا. عنوان الحلقه اجابه الاسئله اللي موجوده على السوشيال ميديا. اه واضح وصريح. هناخد الجمبري اللي احنا هنقليه شويه جمبري حلوين كده، وانا بحب الجمبري الصغير على فكره في القليه مش الجمبري الكبير، مشوي في الكبير حلو، اما لما نيجي نقلي جمبري انا بحب الصغير بصراحه، يبقى طعمه لطيف وحلو ومعسل كده. هناخد من التتبيله دي شويه، ما حطيتش زيت انا اهو، الشباب معايا، واقلب كده واسيبه على جنب. نعم يا غالي. لا انت هتشوف مفعول معلقه النشا اللي انا حطيتها دي لما نيجي نقلي دلوقتي. ده المقلي مشوي، هنحط زيت زيتون كده. جاوبنا على السؤال بايه؟ بشياكه اهو، زيت زيتون او زبده. نقلبهم وناخد الجمبري المشوي بتاعنا. انا مسيخه علشان ايه؟ تبقى الجمبريه لها شخصيه. واخد التتبيله الحلوه دي يا عم الشيف واسقطها هنا. حلو اهو، خلاص انت خلصت كده، انت بس السفره تتجمع على خير وكله يقعد ويستنى الاكل بتاعك. هتبدا انك انت تشوي او تقلي الجمبري بالظبط كده 10 دقائق اذا كان مشوي او مقلي. وقت الطهي بتاع الجمبري في النار سواء مقلي او مشوي ما بيزيدش عن 10 دقائق، اللي هو الجمبري اللي بالحجم ده. حلو الكلام كده، اعتقد ان احنا ماشيين صح. ده الجمبري المشوي، الجمبريه بتفتحها من ظهرها. نبص عليها كده مخرجنا الجميل حماده سكر زياد. اه بص الجمبريه، شفت الفاتحه دي؟ اه تبلها كده الفاتحه بتاعت الجمبريه تاني اهو مع بعض. اه بص اهو تاني اهو. فين ملاح؟ انا مش شايفه هنا. اه طب قول لي مين اللي قاعد مكان ملاح يعني؟ ما اعرفش الراجل برضو يعني. يعني حاجه حلوه والله دي كده، فتحتها من ظهرها اهو حبيبي. اه شفت الجمبريه بنفتحها من ظهرها ونتبلها بالتتبيله دي كده. اذا الفرق بين الجمبري المقلي والجمبري المشوي، في تتبيله المقلي ما بنحطش ماده دهنيه، في تتبيله المشوي بنحط الماده الدهنيه اللي احنا حابينها. الاختيار بين اتنين مش ثلاثه، الاختيار بين اتنين هما يا زبده يا زيت. ده الجمبري جاهز والجمبري ده جاهز. هنشيل كل حاجه من هنا وناخد بعضينا ونروق الدنيا دي كده زي الفل، ونجيب الدقيق بتاعنا ده عشان نبدا نشتغل في المقلي. حلو قوي. ده دقيق الجمبري المقلي، بنحط عليه شويه بهارات صغيرين، خلطه كده لطيفه من البابريكا والكركم، ونقلبهم على الدقيق بتاعنا الحلو. اخبار الزيت ايه؟ زيت لسه جديد مع رشه زعتر، ونقلب كده. حطيت على الدقيق تاني، حطيت بابريكا اللي هي الفلفله الحلوه البودر، وشويه كركم وشويه زعتر وقليل وقليل من النشا. لسه ما خلص. اه حلو قوي. تيجي بقى لتركاية المغازي كالمعتاد. شوف انا هعمل ايه دلوقتي حالا. معانا بيضة، واحد بيضة، باخدها كده، شفت الشقاوة اهو ده. حلو قوي. بحط عليها شوية حليب صغيرين، دي تركاية من عندي. حلو، واقلبها عايز اعمل قوام للجمبري، عايز اخلي الجمبري الكبير ده له قوام. اه دي بيضه وشويه حليب مع قليل من الدقيق المخلوط بالنشا. الله، يلا شفت الخليط ده؟ هو ده. لسه ما خلصتش انا، ونسقط دول هنا
لا ده شغل عالي قوي 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 قوي. بس خلاص ونقلبهم تاني. عندنا الزيت شديد الحرارة، شفت الجمبري ده؟ هتتفرج عليه دلوقتي، هتشوف حباية الجمبري جامبو. بنروح بعض المطاعم بنلاقي الجمبري صغير، فجأة الجمبري تحول بقى جمبري كبير. شفت الخليط ده؟ مهم جدا نجيبه كده. حاضر يا فندم. منية. شفت الخلطة دي؟ ممكن على فكرة تخليه في الخلطة دي من بالليل عادي، يقعد ساعة ساعتين ثلاثة مش هيحصل له حاجة. هناخد الجمبري ده بنسقطه في الدقيق. نعم نعم يا حبيبي، نعم نعم يا دوحة. لا مش بيض وبقسماط خالص، لا لا لا، دي مدرسة قديمة. حط الجمبري في البيض والبقسماط، بحس ان انا باكل لحمة او بفتيك او فراخ. طالما الحتة اللحمة اتغلفت بالبيض والبقسماط راحت على سكة البفتيك على طول. يبقاش كيلو الجمبري بالشيء الفلاني وقاعد بقى صايم طول الشهر وجايب شوية جمبري من الحلقة وفي الاخر باكل ايه؟ بفتيك اللي هو بيض وبقسماط. لا خالص، ده الدقيق اهوت المدرسة. وناخد الجمبري ده كده. الله. شفتي الجمبريه متغلفه ازاي؟ ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ بص يا عم بالراحه خالص كده. الجمبريه دي هنشوفها بعد ما تتحمر دلوقتي حكايه. الله. ايه تاني باقي؟ تمام زي الفل. عايز الفلفل ده احمر. حلو ده الجمبري معانا، حفله جمبري النهارده. واعمل كده واحطه في الدقيق كده. كل اللي هعمله كده هعمل ايه؟ اخد جنبي حبات الجمبري كده في ايدي وابدا اعملها كده بايدي. تاني لازم تخش تحت ايدي كده. تاني. الله. زي ما انا شغال كده. كل حبايه جمبري لازم تعدي على اطراف اصابع ايدي. عشان الحشوه والجمبريه يبقى لها شخصيه. الزيت هنا شديد الحرارة، تركاية بقى سايبها للآخر. هدية مني لكل بنوتة، لكل ست بيت، لكل أم عظيمة عايزة تقلي الجمبري في البيت ما تاكلوش في المطاعم. تعمل إيه؟ تعمل التركاية اللي أنا هعملها دلوقتي حالا. يا غالي حابب تطلع فاصل؟ أنا ما عنديش مشكلة، كده كده التركاية أنا هعملها للسادة المشاهدين تعرف. طيب نطلع فاصل وتسيبوني امسك الجمبري ده اصبعه او اغبره، ده بالمعنى الدارج في كل الناس اللي بتشتغل سمك، اغبره او اصبعه. اهو تخبيره اسمها. اهو كده زي الفل، ده الجمبري اهوت لازم امر كده. اهو زي الفل. انا هطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل بالتركايه بتاعت المغازي والزيت ونحمر الجمبري. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. معايا الاستاذ محمد المخرج بيقول لي التركايه دي اوعى تضحك علينا وتعملها في الفاصل. لا والله العظيم انا حريص كل الحرص. انا عملت الجمبري حطيته في الدقيق، كل الدنيا تعمله كده وتسيبه بقى شويه. تبقى انت واخد الجمبريه تبداي تدور على الجمبري جوه الخلطه، في الاخر بتلاقي الجمبري صغير بس شايفه قدام الكبير. انا بقول لك على التفاصيل اللي انت بتشوفيها. هناخد الجمبري زي ما هو كده ونيجي عند النار. فاكرين التتبيلة تاني اللي أنا عملتها من شوية دي؟ أهي وعنده مية مسلجة، المية كده معانا يا شباب. شفت بقى دي عند المغازي وبس، مية مسلجة يعني مية باردة، مية يعني يبقى فيها تلج أو مية ساقعة من التلاجة. شفت المية التتبيلة اللي أنا كنت متبل فيها
الجمبري من شويه فاكرين اهو، واقلب كده. الله عليك. هنعمل ايه؟ خدت من التتبيله دي يا عم الشيف وهقلب دول كده مع بعض. ده خليط كده عباره عن معلقه دقيق ومن التتبيله اللي انا متبل فيها الجمبري من شويه، بقى عندي خليط له قوام كده زي الفل. هناخد الجمبري بتاعنا الحلو ده كده، اللهم صل على النبي، ونبدا نعمل ايه يا عم الشيف؟ هو ده، بص على الحلاوه بقى يا زيزو. اه شفت الحلاوه دي؟ هو ده. يلا فين يلا فين؟ هنا. الله. اه اوريك انا دلوقتي ازاي انت تاخد الجمبري. هو ده. اه الله. لا وعندك شويه زيت مرايه، تعمل ايه يا شيف؟ بحمر جمبري. ايه اللي في قلب الزيت ده يا شيف؟ جمبري. والله العظيم انتوا عارفين انا بحبكم، بشكر كل اللي بيتابعوني طبعا على السوشيال ميديا والكلام الحلو اللي بسمعه، ولكن انا عندي مبدأ، انا دايما بعمل الشيء اللي هسأل عنه يوم القيامة، الأسرار، التركات، حاجة هحتفظ بها لمين يعني؟ هل العمر بقية من اللي مضى؟ أبدا. ولكن أنا دوري للأمانة يعني في تركاية، في فكرة، في حاجة حلوة بتخليكي في وسط العيلة كده رافعة راسك وشطورة في المطبخ. أه أه شفتي؟ أه هي دي التركاية. طب ما حطيناش مية بس ليه؟ لو حطيت مية ودقيق هفصل الطعم. فأنا خدت من التتبيلة اللي أنا متبل بيها الجمبري، لسه ما خلصتش انا. شويه جمبري دافعين فيهم فلوس، ممكن يكون سعره غالي، فلازم في تاني هنا. دور معايا كده، ممكن تلاقي واحده كده ولا كده. في في اه الفلفل ده عينيا يا فندم. اه ده فلفل. اه ده فلفل زي الفل. تمام. الله عليك. وسيبه في الزيت، ما نقعدش نقلب بقى، ده ما يتقلبش كتير زي ما هو كده. هوريك هنعمل ايه دلوقتي حالا. انا عارف الصوره حلوه على الشاشه، مخرجنا الجميل الله يبارك لك هجيب لك الجمبري وهو بيتنطط في قلب الزيت دلوقتي. العب يا سمك. اه الله، ايه الحلاوه دي. اه تمام. عينيا ما تقوليش كمان هاتوا فوق عندي. اه اه لسه ده محجوز لمصطفى، مصطفى شفيق بقى. عادي احنا بنتكلم الصراحه يعني، معايا فريق عمل يتكون تقريبا من 30 فرد كلهم ناس افاضل، بيسالوني طبعا، بيخشوا المطبخ وعادوا لازم اجاوب شيف مغازي الجمبري. فمن ضمن الاسئله شيف مغازي عايز اشوف الجمبري ده بيتقيل ازاي، لان بحب اخش المطبخ اعمله. ما هو السؤال مش لازم يكون على السوشيال ميديا، من صديق، من زميل، من عزيز، من اخ. اه يا راجل يا طيب، ده كلام ده يفك منك انت بس؟ خلاص نغرف الجمبري ده، يلا بينا. اللهم صل على النبي، يستاهل. ده بقى عايز ايه بقى للامانه يعني وللمصداقيه، ودخل علينا سنه ميلاديه جديده، كل عام وحضراتكم بخير، ولازم نستقبلها بالصدق والصراحه للامانه للامانه. ده عايز عصره ليمون حلوه. ايه الجمال ده؟ شفت الجمال؟ الله، الف انا وشفا. ده جمبري بيسموه بعض المطاعم جمبري مقلي راس وديل، او جمبري مقلي ديل. اه بس لما يكون جمبري صغير مش لازم الراس بتاعته. اه زي ده كده. اه الله،
والفلفل. حاضر يا فندم. عينيه عاجبك انت لون الفلفل انا عارفه. في واحده هنا بس خلاص هنقدمه هنا. يلا بينا هنا اهو. نعم هشوي جمبري دلوقتي. معانا جريلا سخنه في الفرن هنطلعها عشان لسه عايز اعمل طبق مكرونه جامد. مكرونه بالطماطم والريحان. هناخد الجريلا السخنه دي. الله سخنه قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. واحطها على النار دي. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده كده. وتعالوا مع بعض نشوي الجمبري. من بدايه تتبيله الجمبري قلنا ايه؟ الجمبري المقلي والمشوي التتبيله واحد. فرق بين الاثنين زي ما تكوني بتعملي كيكه كده يا ست الكل، وعايزه تعملي كيكه نصها شوكولاته ونصها ابيض عادي. او تقسمي الكيكه بتعملي ايه؟ بتعملي الكيكه قوام ابيض عادي، مقادير الكيكه 3 بيضات، كوب ونص من الدقيق، 1 كوب من الحليب، نص كوب من السكر، ربع كوب من الزيت، قليل من الفانيليا، وبنقلبهم مع بعض بيبقى عندنا قوام كيكه. بناخد النص نحطه في القالب بتاع الكيكه، النص التاني بنحط عليه معلقتين كاكاو. فرصه جاوبنا على سؤال تاني. حلو الكلام. نفس القصه مع الجمبري. عملنا ايه يا عم الشيف؟ خدنا التتبيله اللي تبلنا فيها الجمبري، خدنا نصها، نص حطيناه على الخلطه بتاعه الجمبري المالي وخلاص الجمبري جاهز للاكل. وخدنا النص التاني نعمل بيه يا عم الشيف جمبري مشوي. اوه ده الف انا وشفا. انا مش جايب كميات، انا جايب عينات عشان نشرح بس. لو جبت كميات اقول لك يا شيف مغازي احنا معانا فلوس وهكذا. وانتوا عارفين طبعا انا واضح وصريح. حلو. الخلطه دي عايزها بحط عليها شويه زيت كده. حلو الكلام. ويبقى احط عليها مكعب من الزبده. وبخليها على جنب بالمعلقه كده. زبده وبواقي الخلطه دي كده. دي التركايه برضو زي ما عملت تركايه في الجمبري المالي. دي التركايه بقيه التتبيله حطيت عليها زبده بالقوام ده كده. وهخليها دلوقتي هنشوف هنعمل بيها ايه. حلو الكلام. بخليها هنا. تعالوا مع بعض نشوف مقادير المكرونه بالطماطم والريحان. معانا مكرونه بينا، معانا طماطم، معانا ريحان. الميه قليل من الملح، قليل من الزيت. الله الله. فيها تعمل الجمبري اتحمريه في البيت. تاخد الزبده دي كده. الله. لا جمبري البتر فلاي حاجه تانية. ده موضوع تاني. قصه تانية كده. اللي هي عباره عن جمبري اتعمل زي الفراشه، ياخد مستارده وياخد شبت يتشيو على الجريلا، زبده، ليمون، كريمه لباني. حلوه. خلص الجمبري المشوي. نجيب طبق للتقديم واحنا واقفين كده مع بعض. اللهم صل على النبي. بساطه، سهوله، مرونه. لا الجمبري المشوي ده عايز ادلعه كده بشويه خضره. الله الله. ده لما ينزل عليه الجمبري المشوي لطيف. ممكن ده يبقى طبق سلطه. ناخده كده. شفت طريقه التقديم نفسها مختلفه. طريقه التقديم مختلفه تماما. شفت الجو ده كده. شويه كرفس. الله. يلا بينا يلا بينا. حلوه الصوره. الصوره تعني مليون كلمه. وانا معاك اهو. وانا معاك يا حبيبي. الله عليك. شفت الجمبريه؟ شوف التفاصيل بالله عليك. بص بص شوف قلب الجمبريه مفتوح ازاي اهو. بص بص صلى على الحبيب قلبك يطيب اهو. الفاعه عند ملح. حاضر. اهو اهو. العب يا جمبري، العب يا جمبري. يا سما بقول العب يا سمك. الف هنا وشفا. هناخد الجمبري ده كده نقدمه.
المكرونه على النار، المكرونه على النار. تعالوا مع بعض نعمل فيليه سمك قشر بياض مقلي. ده يتقلي ازاي بدون ما يفك في قلب الزيت، وازاي اعمل شويه فيليه مقلي. باخد انا جرنش كده بس سله، معايا مخرج راضي عني اديني وقتي. حلو، شو بعمل ايه؟ اهو لا خدتها في مكان تاني، موضوع تاني. شو مفيش اي حاجه، لقيت قرن فلفل كده في طريق زي الفل، مش لازم ليمون يعني. تعالوا مع بعض نشوف ازاي نعمل طبق مكرونه بتفاصيله، مكرونه بالطماطم والريحان. مكرونه في النار بتستوي، على النار الشديده دي بنعمل الصوص بتاعنا الجميل. الصوص يتعمل ازاي او صلصه الريحان تتعمل ازاي؟ ركز بقى، شوف التركايه الحلوه دي كده، الزيت اللي كنت بحمر فيه جمبري من شويه هو ده. من الزيت بالتحمير هنا في قلب الطاسه.